وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في انخفاض طفيف في درجات الحرارة بقيم بتتراوح من 2 لـ3 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى. الطقس هيكون شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون مائل للحرارة، رطب على أغلب الأنحاء ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية، مع وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحري ومحافظة الوادي الجديد. تفاصيل أكثر عن حالة الطقس معانا على تليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، حابين نطمن من حضرتك عن حالة الطقس النهاردة، وخصوصا كمان بالنسبة للناس كتير قوي عشان احنا بنحتفل بمهرجان العلمين، منطقة العلمين أو مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي كله، حابين نطمن عن حالة الطقس هناك. خلينا نقول الأول بالفعل وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بعد ذروة ارتفاع قيم درجات الحرارة اللي شفناها أمس وأول أمس، من اليوم هيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة بمعدل من 2 لـ3 درجات. اليوم العظمى على القاهرة الكبرى متوقع أن تنخفض وتكون 37 درجة مئوية، لأن احنا أمس مسجلين عظمى على القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية في الظل. طبعا ده بسبب أن احنا هنتأثر بوجود كتل هوائية شمالية قادمة من على البحر المتوسط، مع كمان امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا. ده هيساعد بعض الشيء على انخفاض قيم درجات الحرارة خاصة في المحافظات الشمالية. هيكون طقس النهاردة هو يعني منخفض الهند الموسمي ده خلاص بالنسبة لنا دلوقتي تأثيره قل شوية. هو تأثيره قل شوية، لكن هو مازال هو اللي بيأثر علينا، يعني تأثيره أو شدة الكتل الهوائية اللي جاية معاه درجة حرارتها قلت، لكن مازال هو اللي بيأثر علينا، لأن هو معظم الكتل الهوائية جاية من على البحر المتوسط، لكن قيم درجات الحرارة في الكتل دي منخفضة بعض الشيء، وده اللي أدى لانخفاض قيم درجات الحرارة، مع كمان منخفض جوي في طبقات الجو العليا. ده بيساعد على تلطيف الأجواء وجود بعض السحب المنخفضة والمتوسطة، وخاصة في الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، فده بيساعد على انخفاض قيم درجات الحرارة. هنلاقي أجواء فترة النهار هي أقل حدة من الأيام الماضية، من يعني أمس أو أول أمس، لكن ما زال واصلين ليها هو طقس شديد الحرارة في فترة النهار، لكن أقل حرارة بكثير من أمس وأول أمس في المحافظات الداخلية اللي هو الوجه البحري، القاهرة الكبرى، محافظات الجنوب، لأن لسه قيم درجات الحرارة في محافظات الجنوب مرتفعة. المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط أجواءها حارة رطبة فترة النهار، ولو هنتكلم تحديدا على مدينة العلمين العظمى فترة النهار هتكون 33 درجة مئوية، وهي أقل درجات حرارة في الجمهورية كلها. لكن طبعا ما زال عندنا وجود نسب رطوبة في الجو، وجود نسب رطوبة في الجو هتخلي قيمة درجة الحرارة المحسوسة أعلى من المقاسة بحوالي من 2 لـ3 درجات. فهنلاقي المحسوسة في مدينة العلمين 36 درجة مئوية، القاهرة الكبرى 39 درجة مئوية، طبعا قيمة درجة الحرارة المحسوسة دي كمان في الظل. وهنلاقي كمان فترات الليل مع الغياب التام لاشعه الشمس اكيد هنحس بمزيد من انخفاض قيم درجات الحراره. طبعا الصغرى تنخفض عن الليالي الماضيه وتكون ما بين 26 و27 درجه مئويه صغرى فتره الليل. كمان هيكون عندنا نشاط للرياح في معظم محافظات الجمهوريه، سرعاته ما بين 30 الى 40 كيلومتر على الساعه. ده يساعد كمان ان احنا نحس بنسب رطوبه اقل، ويساعد على احساسنا بانخفاض قيم درجات الحراره وخاصه في فترات المساء وساعات الليل. لكن ايضا هيكون عندنا اضطراب وارتفاع امواج على شواطئ محافظه. لسه كنت اسال حضرتك بقى، مع الرياح وانخفاض درجات الحراره حضرتك بتقولي في كتل هوائيه قادمه من عند البحر المتوسط، هل ده هياثر بشكل كبير على حركه الملاحه وكمان على الناس اللي بتصيف دلوقتي خاصه في الساحل الشمالي ومنطقه العلمين؟ هو مش هيأثر بشكل كبير على حركة الملاحة البحرية أو أعمال الصيد، لأن إحنا عندنا ارتفاع أمواج هيكون على الشاطئ ما بين 1.5 لـ2.5 متر، وخاصة عند محافظة مطروح فقط، يعني المناطق الموجودة في الإسكندرية أو العالمين هنلاقي ارتفاع الأمواج مناسب لأعمال التنزه. لكن منطقة مطروح أعمال التنزه أو السباحة يعني يفضل إن إحنا نتجنبها اليوم، لأن اليوم وكمان خلال ال 48 ساعة اللي جاية، لأن هيستمر معانا خلال الأيام المقبلة إن شاء الله. لكن أعمال الصيد والملاحة البحرية البحر مناسب تماما، نقدر يعني الملاحة البحرية مناسبة تماما في البحر المتوسط. لكن الأنشطة الأخرى خاصة من نزول المياه للسادة المصطفين هناك، دي يعني خطر هناك الوقت ده ولا كويس؟ المنطقة بتاعة مطروح لا خطر طبعا، ولازم نتجنب نزول البحر. لكن الساحل الشمالي كله بالعلمين الأمور يعني مسيطر عليها يعني.
الاسكندرية والعالمين ان شاء الله المواجهة تكون معتدلة ونقدر نستمتع باعمال التنزه والسباحة في شواطئ العالمين وشواطئ الاسكندرية اللي بنأكد عليها بس شواطئ مطروح النهاردة باذن الله. كمان النهاردة هيكون لسه في فرص لسقوط الامطار لكن هي فرص ضعيفة لامطار خفيفة في محافظة الوادي الجديد، هي امطار خفيفة نتيجة ارتفاع الحزام المداري لاعلى من جنوب السودان ممكن يأثر ببعض المناطق الجنوبية اللي هو طبعا بأمطار خفيفة مش هتأثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية، والشبورة المائية ما زالت ظاهرة جوية بتأثر فترة الصباح الباكر بالفعل، كانت موجودة معانا اليوم ومتوقع كمان استمرارها خلال الأيام المقبلة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وبتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤية الأفقية فترة الصباح الباكر، لكن هي أيضا سرعان ما بتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، يعني تقريبا هي معاد تكونها من الساعة 4 الصبح لحد الساعة 7 الصبح وبتبدأ تتلاشى بعد الساعة 7 الصبح وبتختفي تماما من على أغلب الطرق. الانخفاض في قيم درجات الحرارة ده هيكمل معانا إن شاء الله لحد يوم الثلاثاء اللي جاي بكره كذا يوم اهو، يعني احنا بقالنا فترة ما حسيناش بإن الأيام اللي الجو فيها بيكون معتدل بالشكل ده يعني. هو طبعا يعني احنا بقالنا فتره الانخفاض كان بيبقى يومين بس، النهارده الانخفاض هيبقى معانا من السبت لحد يوم الثلاثاء ان شاء الله، والعظمى على القاهره الكبرى كمان بكره هتنخفض وتكون ما بين 35 الى 36 درجه مئويه، الاجواء الصيفيه المعتاده في الفتره دي من السنه، لكن مع يوم الاربعاء اللي جاي تبدا تاني تتجه قيم درجات الحراره نحو الارتفاع. ناكد بس ثاني على كل الساده المواطنين لو احنا هنروح الاماكن الساحليه او حتى كمان في الاماكن الداخليه لازم فترات الظهيره من الساعه 12 الظهر لحد الساعه 4 5 العصر نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس، لو حتى كمان هنبقى موجودة على الشواطئ او حتى موجودين في الشارع في الفتره دي يكون معانا غطاء للراس يحمينا من اشعه الشمس شمسيه او كاب، ونتناول قدر كبير من المعصبات والسوائل واهمهم الميه وعدم الوقوف تحت اشعه الشمس فترات كبيره. تمام، انا عشان كده بنتابع اكيد مع حضرتك في برنامج صباح الخير يا مصر لحاله الطقس بشكل يومي. بشكرك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. خلونا نتابع مع حضراتكم دلوقتي درجات الحراره المتوقعه النهارده. هنبداها من القاهره العظمى 37 الصغرى 27، العاصمه الاداريه 38 27، اسكندريه 33 24، العالمين الجديده 33 24، مطروح 31 24، دمياط 33 25، بورسعيد 33 26، اسماعيليه 39 26، السويس 39 25، العريش 34 25، كاترين 33 20، طابا 38 26، حلايب 37 30، شلاتين 42 29، شرم الشيخ 41 29، الغردقه 42 30، الفيوم 41 25، بني سويف 41 26، الوادي الجديد 45 27، أسيوط 42 27، سوهاج 44 29، قنا 45 30، الأقصر 46 30، وأخيرا أسوان 46 31. هنستمتع بأجواء معتدلة صيفية معتدلة من النهاردة لحد يوم الثلاثاء القادم، وخاصة السواحل الشمالية ومنطقة العالمين الجو فيها معتدل، في رياح كمان هتزيد أو هتزود من إحساسنا بأن الجو هيكون لطيف وفي نسمة هواء للصيف حلوة. هنرجع مرة تانية لمنة ومحمد عشان نكمل معك في فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا ديما.